فيلتر. Alors, Amel. Alors, عفيف ضيفنا اليوم في سان فيلتر هو عبد اللطيف المكي. كان ضيف معز البارح. كان ضيف معز البارح. دونك لفت انتباهنا في العديد والعديد من النقاط. اللي متعودين معاه عليه مع عبد اللطيف المكي انه وقت اللي يقدم اي حاجه واي فكره انه يقوم بالاطروحه نتاعو ثم يتساءل الاسئله ثم يفسر. البارح لاحظنا عبد اللطيف المكي اخر حقيقه لانه البارح غلب على الكوميونيكاسيون نون فيربال نتاعو هو الموفمون بروسكلي تحرك كبير برشا وقت اللي هو يبدا يحكي. عبد اللطيف المكي مستانس ما يرفعش يده برشا. البارح اليد نتاعو وصلت اكثر من متر اكوتي واكثر من متر قدامه اليد نتاعو. لونجاج شويه لونجاج كوربوريل مطلوب ولكنه كان ان بو اغريسيف البارح بالنسبه للونجاج كوربوريل نتاع عبد اللطيف المكي. كذلك البوانت الكلام نتاعو افيك البوس نتاعو طريقة كبيرة وكبيرة برشا. يعني البارح شفنا عبد اللطيف المكي آخر. عبد اللطيف المكي متشنج ربما يعود مرمض يعود للضغط ويعود كذلك للحوار اللي دار بينه وبين أحد نواب مجلس نواب الشعب اللي كان حاضر معاه البارح. الحوار هذا يا عفافي خلينا نتسألوا عن الحوارات اللي ممكن تدار ضمن مجلس نواب الشعب. هل أنها حوارات باش تكون بطريقة يعني متشنجة أم أنها حوارات باش تذكرنا ربما بالمجلس السابق أم أنها حوارات ستدار بطريقة عقلانية ومتوازنة؟ احنا كي تبعنا نواب مجلس نواب الشعب الجدد كي يبدأوا في ديسكسيون وفي حوار مباشر وحدهم تلقى فما نوع من العقلانية، ولكن إن فوا دخلوا في نوع من المناظرة الفكرية إن صح التعبير أو المناظرة السياسية فإنه التشنج يتجد. هذا اللي صار البارح مع عبد اللطيف المكي. عبد اللطيف المكي البارح جينا العديد من الأطروحات، صحيح حكى على سوريا صحيح حكى على السودان، ولكن أهم شيء وأهم نظرية قام بها عبد اللطيف المكي وقدمها البارح وهو أنه يقول أنه قيس سعيد أرسى نظاما سلطانيا بأتم معنى الكلمة لأنه يرى أنه قيس سعيد يرى نفسه معصوم من الخطأ وهو الوحيد الذي يدير شأن البلاد. من ذلك مثلا أنه قام بكتاب الدستور لوحده، أنه رئيس الجمهورية ما عندوش مستشارين في الأقصر لأنه يعتبر نفسه أنه يكتفي بذاته ولا يستحق للاستشارة. كذلك عبد اللطيف المكي يقول أن هذا المجلس مجلس نواب الشعب لا حول ولا قوة له ولكن سيد الجمهورية. عموما الخطاب السياسي القبول الآخر في الاتجاهين، لهنا نحكي على عضو مجلس نواب الشعب وكذلك عبد اللطيف المكي بما أنه في وسط المعارضة وموجود في المعارضة، لهنا نحتاج إلى الحوار أكثر منه إلى التشنج اللي كان البارحة غالب على اللقاء اللي في أكثر من مناسبة يعني لاحظنا هذا. يعطيك صحة أميل، كانت هذه سان فيلتر.